هن والامريكان يصفلوا شو بدهم يعملوا، عن جد يصفلوا، مع انه راكبين هلا بيترجون بكل اسقاع الدنيا، بركي بيقدروا يوصلون على وقف اطلاق النار، شو بدي بهدي؟ بس بما يتعلق بجيش لبنان وبما يتعلق فينا، اوعى يا استاذ مارسيل باي لحظه من اللحظات حدا يروح على هالمنطقه. هلا طبعا راح ينط 100 واحد يقول لي على شو متكلين، خي مش متكلين على حدا، بس اوعى هالمنطقه، بالمبدا مش مقبول كله سوا، شو هالمنطقه هيدا؟ ما يقول لي حدا انه هو ابن البلد اكثر منا، ما حدا يقول لي انه صار له بالبلد اكثر ما صار لنا، ما حدا يقول لي انه تاريخه بالبلد اكثر من تاريخنا، اوعى حدا يجرب، اذا حدا بيعتبر له هالقد بالبلد لنا هالقد، معنا ما حدا يجرب، يعني معنا بقصد من الجيش اللبناني لادارات الدوله اللبنانيه لغيرها على الاطلاق. شو هالحكي هذا؟ عنده غير وجهة نظر يطرحها، يفضل يطرحها، بس هيك بنرجع على التهديد والوعيد؟ أبداً 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 أبداً.